في وجهات نظر نقطة طبعا. كمان، ملاحظة كمان بدي مرقها، يعني اللي مأيدين ترشيح سليمان فرنجي لرئيس الجمهورية منهم الشيعة بس، سليمان فرنجي أخذ 51 صوت، 27 نائب شيعي و24 نائب غير شيعي، نعم فيسمحوا لنا فيها يعني حصر القصة وكأنه سليمان فرنجي مرشح الشيعة، هذا الشيء غير مقبول ومرفوض. سليمان فرنجي زلمة ما حدا في شكك بمسيحيته، زلمة عند السنة، بقول لك أكثر واحد محبوب عند السنة وتحديدا بالشمال اللي هي الثقل السني بلبنان صار بالشمال، سليمان فرنجي مع الشيعة. بس وين قرار السنة؟ مع الشيعة فيهم يحبوه مثل ما بدهم، بس وين قرار السنة؟ قرار السنة يعني شفنا 14 أيلول كان نهار مفصلي، 21 نائب سني في السفارة باليرزي، أنت مش مرضي عليك. لا أنا من دعيت بس من انه انا لأنه انا مش معناتها كمان، لانه انت حليف مش معناتها ست سمر انه اللي طلعوا على السفاره باليرزي انه كلهم صاروا يلتزمون بالقرار السعودي. شو لك؟ مش مزبوط ابدا. هي كانت رساله سعوديه واضحه انه انا املك زمام السنه لما في كان لبنان. لما كان في قياده سنيه حقيقيه ايام الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، كان في 10 11 نائب سني خارج الاصطفاف المستقبل، وهو العشرة بعتقد بعضهم موجودين. صحيح. وما تغير في اسم منه لبى دعوة السفير، هذا الشيء كل واحد هو يعني واحد بيدعي واحد فيك يتلبي فيما يلبي، بس مش معناتها إذا لبى الدعوة أنه غير خياراته بالسياسة. مش معناتها أنه الوزير فيصل كرامي أنه صار عند السفارة السعودية بياخذ أوامر، ولا الوزير حسن مراد، ولا الدكتور طرابلسي، ولا طه ناجي، هذا كلام مش مزبوط. ما حدا يتاخذ بالشكل، يمكن الإنسان العادي أنه بيشوف الصورة 21 نائب، لا يا أخوان روقوا شوي. الموقف السياسي لرضعان بالحليب مع من لما خلق ثوابت وقضايا ومبادئ، ما بلحظة انه بصورة بيغير مبادئ وبيغير بيصير بغير محل. لا عم بحكيكي عن سليمان فرنجي. لا ارجع على سليمان فرنجي، سليمان فرنجي مسيحيته ما حدا في شكك فيها ابا عن جد، وما بيفرط بحقوق المسيحية عن دم، وما بيفرط ودافع ثمن عند السنة، أغلبية السنة بكل لبنان. الدم اللي دفعوا بمجزرة إيدن ما كان بس نتيجة هيدي من وعروبته، هيدي نتيجة ليش نحن أنا واحد من الناس، ليش أنا متكبش ومتمسك بالشخصي وبالسياسة وبالمنطق، إنه سليمان فرنجي هو الأصلح والأنسب لقيادة لرئاسة الجمهورية مش لحاله مع فريق عمل. ونحن على طول عم نغلط، يعني اذا الملف الرئاسي المقاربه تبعته لما اجى العماد عون رئيس جمهوريه اجى بتسويه بينه وبين الرئيس سعد الحريري، انت رئيس جمهوريه 6 سنين وانا رئيس حكومه 6 سنين، وبوقت السعودي ما بارك هي التسويه وقال له للرئيس الحريري انت عم تعمل هالشيء على مسؤوليتك. طيب ودفع الرئيس ودفع الحريري ثمن، ودفع ثمن لان في طلب، وحارجع كرر حالي على كل مره عم كرر حالي، ما قبل الرئيس الحريري يفوت بفتنه سنيه شيعيه مع حزب الله. صح. هيدي احد الاسباب الاساسيه اللي دفعته ثمن، غير مواضيع تانية ما بدي. طيب اليوم كمان عندك نفس المشهد، الوزير الفرنجي عند الدروز ما عنده مشكل، اذا بيمشي الخيار تبع الوزير الفرنجي المكون الدرزي، مش كل المكون الدرزي، وليد البلاط قال كلمته بوضوح، يستطيع بما يملك من حنك الوزير جملاط وبما يملك من مصداقية سليمان الفرنجية بيقدروا يتفاهموا مع بقية المكونات الدرزية، أنا ما بستثني حدا يعني، بس مشكلة سليمان الفرنجية عند المورنة في شيء اسمه المسادة، المارونية هيدي الانتحار الجماعي. انت هيك عم يعملوا المورنة؟ ابدا ابدا. انا بدي اقول لك يعني بالوقائع، مع ايميل قدي وبشارة الخوري الصراع كان بين ايميل قدي وبشارة الخوري، بين كميل شمعون وفؤاد شهاب، بين الحلف الثلاثي والشهابيه، بين سليمان فرنجيه والجبهه اللبنانيه. قلت له اياهم للودريان هو؟ وكتبت له اياهم، مش قلت له اياهم، وديت له اياهم بالرد على الرساله اللي طلبها مني هذا الكلام، انا قايله بالرد اللي انا عملته للودريان على الرساله، وبين بشير جميل وداني شمعون، وبين إليح بيئة وسمير جعجع، وبين ميشيل عون وسمير جعجع، سمير جعجع ما قبلوا يروحوا على الطائف الا نكيه بميشيل عون، ولحد هلا اسا في ناس، يعني انا هيدا الفكر، الطائف يا اخوان منو عنوان، الطائف منو محطه، الطائف هو
الحرب الأهلية اللي صارت بلبنان لثبتت الشراكة الإسلامية المسيحية يعني بالنظام. يعني عم تقولي إنه الموارنة كل عمرهم السياسي وتاريخهم عايشين مسادة أو انتحار جماعي انتحار مارونة. جماعي وهلا عم بيمارسوه. سليمان فرنجي شو العيب تبعه؟ ليش رافضين سليمان فرنجي؟ يشرحوا لنا بس يفهمونا نحن. أنا بهالظرف بعد كمية التعصب والعنصرية والطائفية اللي عم تظهر بالخطاب بكل أسف عند الأكثرية بالمجتمع المسيحي، ما بقى يريحنا غير واحد مثل سليمان فرنجي، ما بقى نوثق غير بواحد مثل سليمان فرنجي. بس ما في قدرة لا ما في قدرة وخليهم يقدروا هن ما في قدرة لوصول اليوم في فيتو مسيحي واضح وكامل ومتكامل. يعني اليوم القوات والتيار من بعد مشكلهم الكبير ما في شيء جمعهم إلا رفض سليمان فرنجية. طيب ما في إمكانية وما في إمكانية البلد بدنا نوصل لمحل ما في إمكانية. نحن مرشحنا سليمان فرنجية، فيكن تجيبوا غير سليمان فرنجية تفضلوا. ما في استعداد للتنازل. طيب اليوم في مراهنة على في حالة واحدة وأنا أشك أنه يقدم علي الوزير سليمان فرنجي أنه يقول أنه هو ما بقى بده منه مرشح رئيس الجمهورية. هو ما بيقول ما بينسحب بلا ما يكون في قرار يعني مش يكون قرار متفقين. مش قرار نحن هلأ متفقين اتفاق. نحن متفقين اللي هن خيارهم سليمان فرنجي أنه نحن مكملين بسليمان فرنجي.